عندي تو تقريب جمعه نستنى فيها. اي ليم هبط ستوريات الجمعه اللي فاتت، نجم تقول الكواليس متاع الغنايه هذه، وعلى اساس ماشي في بالي انه باش يهبطها بعد نهار اثنين ماكس. قعدت نستنى في الاخر لين ايست وغدرنا بها اليوم. هبط هنا الغنية اسمها عالم دار، نورمالمون مسلسل تركي وتعرفوا الناس كل اكثرية، وهبطت عندها تقريب 6 سوايع عاملة 227,000 فيو. الارقام هذه سهلة برشا بالنسبة لي، لا معناتها مستانسين انه يعمل الارقام هذه وممكن حتى اكثر. واني حاليا من العباد مقتنع بالبيك اللي قاعد يعمل فيها اي ال اي. الراجل قاعد يخدم على روحه، منظم تقريبا كل شهر يهبط غناية مريقلة، دونك يستحق اللايك حتى قبل ما تسمع. اما باش نزيدو نتاكدو من هذا الكل، يلا اجا نشوف شنو حضرنا. ليتس جو. كازينو ظاهرة، والله ظاهرة من اللول خممت لابسين مش كاقول، شو اسمها نسيت اسمها، قبل ما يظهروا لابسين الكاقول والله خممت على اساس سرقة، ما قلت صعبة شوي. اسمع ظهر لي، ظهر لي باش نشوفوا ستوري كاملة كيما غنيت اوزي قبل كان تعرفوها. لازم الحركة هذيك ما نعرفش علاش، اعطيوني سبب انه واحد كي تلقاه عنده برشا فلوس يعملهم هكا كالتليفون، جست علاش معناتها ما وصلتش قبل عندي برشا فلوس، دونك ما نعرفش السبب، قولوا لي عليه. 2 weeks later تبدلت حياته في جمعتين. عالم دار مانيش بندم، فلوس نحب نعبي الشنطة ونبعت ماندا، جيت من حومة كلها مسنترة بعد ال باهي باش نكونوا واضحين، ما تستغربوش بني عارفها الغنية، راهو هبطها قبل في فيديو على تيك توك مش غلط، هبطها ريل ممكن ما مش متأكد، هبطها هو يغني وفما شكون شاد معاه جيتار. ماندرا كحلة وبيضة كيما الباندا، الناس محنتا سو فاست كيما الكونترا، حتى الزود متل ما هندرا بيهم فانتا، ما نحبش نمشي للسنترا فاك السونترا. وان شاء الله ان شاء الله يكون رفران معناتها هكا، خاطر الرفران طياره حتى لتو الرفران اللي نسمع فيه حاجتي بالفيرس زيد يكون في بلاستو، معناتها ما حاجتيش باش نركز مع الرفراك هاو، معناتها مش كل ما يرجع الرفران نعمل جو يجي الفيرس نفشل، حاجتي بالغنيه كل طالع. مصفر ومن غير كونترا واني عملتها يا نعرف لي العالم كله فاني، وقت فلوس وكاش لازم في دي ريتش اعملي، بطلع 15 كسبتي يوم اللي تدايلي، بحسن خلصتاش حط الكورة في وسط الفيلي، توا نحبو نعيشو بيس حربو عشنا بيفور، ناس تجس وناس اسمع اسمع اسمع، برشا عباد قالوا اي لي ما عادش كما قبل، راجع لكم اي لي القديم راجع لكم صاحبي. قيس وانا نقلب في الديكور، بيرح نتفرج ونقيس لو ما معفس في الديار، فاك الهيرز وين الميز اللي حبوني في جيار، عالم دار مانيش بندم، فلوس نحب نعبي الشنطة. باهي استنى في دقيقة واربعة واربعين سكوندة، معناتها مرتين الرفران، معناتها الفيرس الاولاني كلمتين حتى لتو، فهمت؟ هو طيارة مش كون واضحين، معناتها في بلاست ومريقل مسطر، اما كلمتين. تاونا بعت ماندا، جيت من حومة كلها مسنترة بعد القنطرة، كحلة وبيضة كيما الباندا، الناس محنتا سو فاست كيما الكونترا، حتى الزود متل ما هندرا بيهم فانتا، ما نحبش نمشي للسنترا فاكس. او كونوا متأكدين، كونوا متأكدين انه الرفران هذايا باش تشوفوه تقريبا في ستوريات تو العباد الكل حرفيا، فين تتلفت ستوري تلقى واقف في البحر عامل هكا وحط الغنية هذه وقول قال هيم سونترا، بديت مصفر ومن غير كونترا واني عملتها، عالم دار العالم كبير، العالم دار نمشي نشوف العالم خير، العالم قال نقعد كلم خير، جيت نعاون الدار كان ربي لي عالم بيه، جيت نعاون الدار وكان ربي لي عالم بيه،
نقعد كلم خير جيت نلعب نتدار كان ربي لي عالم بيه قلبي كبير من كارفور قل لي شكون لي حاسني حسن رجل دار بسهل سهل ليه عليه والله زايدة شنية شنية قلبي كبير من كارفور ضيع تافه البارة ظاهرة يولي تافه قلبي كبير من كارفور قل لي شكون لي حاسني حسن رجل دارفور لجنت كيما حاسني شدي طريقي طلعت طول نفس لي ما قاسني ربع حكيت المقول ربك جملة ماسني كميت الشيخة كليت الزاني شربت الهيني تعود بالله جملة ماسني كميت الشيخة كليت الزاني شربت الهيني لي في راسي كله عملته كله فاني وقت فلوس وكاش ولغة وكسوة فندي مش مغروم وقت فلوس ولغة وكاش وفندي بالبص وحس وفيلم هندي عالم دار مانيش بندم فلوس نحب نعبي الشنطة ونبعث مندا جيت من حومة كلها مسنترة بعد القنطرة كحلة وبيضة كيما الباندا الناس محنطة سو فاست كيما الكونترا اسمع معناتها نجم نقولوا في ثلاثة دقائق سامعين الرفران ثلاثة مرات وباش نسمعوه للمرة الرابعة في الاخر تزود مثل ما هندرا بهم فانتا ما نحبش نمشي للسنترا فاك السنترال بديت مصفر ومن غير كونترا واني عملتا بوم موش هي ليلة قديم برشا هكا روا خاطر حتى خاطر هذا حاليا يخدم كوميرسيال شوية مش كيما هي ليلة قبل مريق الغنايه كيما كنا نتخيلوها بالضبط هاني قلت لك الحاجه الوحيده ممكن لا مش مريق لا في ثلاثه دقائق راهو بالرسم معناتها الرفرانس معناه ثلاثه مرات والرفران اقل حاجه 30 سكوندا هذوما دقيقه ونص من الغنايه رفرانات معناتها اما زاد ما لازمناش ننساو انه قلنا يخدم في الكوميرسيال دونك قوت الغنايه فك الرفران لا مالها خاطر باش يضرب وباش تتباع الغنايه وتمشي مليح وبالطبيعة هذا رأيي يعني كان انت عندك رأيك حطوا له في الكومنتات غير كاك ما عادش عنا ما نزيدوا يلا باي باي.